المستقبل ما يوصلنا لنفس النتيجة. طب نوصل لنفس النتيجة في شغلتين لازم نعملهم. نمنع أي صدام عن جديد على الأرض على السلطة. والشغلة الثانية نرجع نجي نقول نحن عنا قضية عم ناضل من أجلها، ما عم ناضل كرمال شعارات فارغة. هالشغلتين هدول اللي احنا استنتجناهم هي أولا تنمنع الصراع للسلطة هي نبني مؤسسات مبنية على الممارسة الديمقراطية وعلى التداول على السلطة. يعني المسؤول بيعرف حاله جاي لفترة وبده يفل. وهيدي الطريقة الوحيدة اللي بتخولنا للمستقبل انه حقيقة نقدر نتوصل انه هالناس يقدروا يحسوا على حالهم انه هن عم بينضوا بمؤسسة بيملكوها هن. والنقطة الثانية بلشنا نفكر جديا، طيب باخر النهار اذا نحن بدنا نرجع نركب هالبلد على اي اساس بدنا نرجع نركبه؟ كيف فينا نعيش بهالبلد بحرية وأمان وكرامة ومساواة بين بعضنا؟ وكيف نحن والمسلم فينا نعمل طريقة حتى بقى نسكر هالثغرة بيناتنا لنقدر ننطلق منها لنبني بلد عايش لإلنا ولإلهم؟ مشان هيك نحن جينا فكرنا إنه الطريقة الفريدة اللي نقدر نعملها هي حقيقة نخلق بكل نعطي استقلالية وحكم بالمناطق حتى كل منطقة تقدر تنمي حالها بشكل إنه كل واحد يحس حاله إنه شخصيته وكرامته محفوظة، وبذات الوقت انه قادر هو ينتخب ويجيب المسؤولين تبعوله، وهالمسؤولين اللي بدهم يجوا يكونوا في عندهم حاطين براسهم انه في باخر النهار في مساءلة وفي محاسبة، واذا ما اشتغلوا منيح او اذا سرقوا الصندوق لازم نحن نعرف كيف بدنا نحسبهم ومرة الجاية ما نرجع نجيبهم مثل ما هن. لليوم اللي عم بيصير اليوم بالانتخابات بيوصل المسؤول بيسرق بكذب بفنز بيعمل اللي بده اياه، نرجع نحن بعد 4 سنين بنروح نصوت له لما في عندنا غيره. نحن لا، بدنا نعمل غير هيك، بدنا ننتكل على نظام مناطقي تكون مقسم المناطق بشكل انه حقيقة نحس حالنا نحن قادرين نكون مرتاحين فيها وقادرين ننمي الطاقات تبعيتنا. هيدي اولا. ثانيا وهيدي عم تسمعونا كثير عم نكررها، تنقدر نسكر ونعلي له حيطه لهالبلد بدنا بقى نتكل على مشروع معين نقدر نحن اللبنانيين ننطلق منه حتى نتطلع بقى بالناس يلي برا ونقول لهم كفى، ما بقى تجوا تفضوا مشاكلكم بلبنان، ما بقى مسموح بقى تجوا تستعملوا الفرقاء اللبنانيين حتى انتم تتقاتلوا بواسطه الفرقاء اللبنانيين، لان انت يا سوري او انت يا سعودي ما لكم قلب تخبطوا بعضكم. اذا نحن بدنا الحياد الايجابي تبع لبنان، مثل ما بيقول هيك ميشيل فياض لازم نزيد انه الحياد الايجابي المعترف فيه دوليا والنهائي، خلص ما بقى فينا نرجع نقول انه نرجع نضرب فريمات ونرجع لورا. انطلاقا من هون نحن عم نطرح مشروع متكامل، مشروع للخروج من الازمه بلبنان بشكل انه نحن نقدر نتوصل بقى انه نبني بلد واقف على اجري وثابت، مش كل هبه بارده وهبه سخنه بتاخده على اليمين وبتاخده على الشمال. اذا هول النقطتين يلي هن بالاساس تبع مشروعنا السياسي. ومن هون انطلقنا كمان بمشاريع انمائيه، اكيد ما رح فوت هلا بالتفاصيل معكم. النظام المناطقي بيعني نظام اقتصادي